إذن بعد أن تعرفنا على عدد الأنوية وثابت الزمن وثابت النشاط الإشاعي، سوف نحاول إيجاد بعض العبارات الرياضية التي تستعمل في النشاط الإشاعي. مثلا إذا كانت لدينا عينة مشعة، عند لحظة T تساوي صفر، إذا سوف تتميز هذه العينة بكتلة M صفر، عدد أنوية N صفر، نشاط ابتدائي A صفر، وعدد مولات ابتدائي N صفر. نفس العينة إذا تحولت عند اللحظة T، سوف يكون للعينة عند اللحظة T كتلة M لT، وعدد أنوية N لT، ونشاط A لT، وعدد مولات N لT. سوف نجد العلاقة بين هذه المقادير كلها، أو اثنان اثنان أو ثلاثة اثنان. سنبدأ بما عرفناه من قبل. تعرفنا أن العلاقة بين N لT و N zero أو N لT و N لصف هي N صفر في E أس ناقص لامدا لT، أو N صفر في E أس ناقص T على طول. إذا العلاقة بين N لT أو عدد الأنوية المتبقي عند اللحظة T وعدد الأنوية الابتدائي هو هذا. العلاقة بين A لT و A صفر هي E أس ناقص لامدا T، أي A لT يساوي A صفر في E أس ناقص لامدا T، أو أيضا هو A صفر في E أس ناقص T على طول. العلاقة بين N دو T و A لT هي A لT يساوي لامدا في N لT. إذا العلاقة بين المقدار N لT و A لT هي A لT يساوي لامدا في N لT. ومنه العلاقة بين N صفر و A صفر، A صفر يساوي لامدا في N صفر. إذا الآن سوف نحاول إيجاد العلاقة بين MT و M0 و N0 و M0 و N لT و M لT إلى آخره. نبدأ بعدد المولات. كما علمنا في السنة الأولى أن واحد مول يقابل دوما الكتلة المولية M، ويقابل عدد أفوغادرو من الجزيئات أو من الذرات أو من الأنوية. إذا كان لدينا عدد أنوية ابتدائي N صفر، فإنه سوف يقابل كتلة M صفر وعدد أنوية N صفر. ومن هنا يمكن إيجاد العلاقة بين N صفر M صفر و M و N صفر و N A. إذن N صفر تساوي M صفر في واحد على ground term تساوي كتلة العينة على الكتلة المولية، وأيضا تساوي N صفر في واحد على عدد أفوغادرو. إذن تساوي N صفر على عدد أفوغادرو اللي هو 6.023 في 10 قوة 23. إذن من هنا نلاحظ أن عدد المولات يساوي N صفر M صفر على جراند تيرم، وتساوي عدد الأنوية الابتدائي على عدد أفوغادرو. ومنه يمكن إيجاد علاقة بين M صفر و N صفر، حيث M صفر على
يقولون تيرم تساوي عدد الأنوية الابتدائي على عدد أفوغادرو. إذن يمكن أن نقول كنتيجة أن عدد الأنوية عند اللحظة تي يساوي أم بليت تي على جراند تيرم لأنه مقدار ثابت يساوي عدد الأنوية عند اللحظة تي على عدد أفوغادرو. إذن ونكون قد وجدنا علاقة بين أم تي و أل تي بعد أن وجدنا علاقة بين أم صفر و أن صفر. إذن العلاقة بين أم صفر و أن صفر العلاقة بين أم تي و أن تي. إذن سنحاول باستعمال هذه العلاقات إيجاد علاقة بين أم صفر و أم لتي، أي العلاقة بين هذا المقدار وهذا المقدار. إذا من هذه العبارة نجد أن أم صفر يساوي أم صفر في عدد أفوغادرو على جراند تيرم. ومن هذه العبارة نجد أن أم لتي تساوي أم لتي على جراند تيرم في عدد أفوغادرو. إذن لدينا أن صفر ولدينا أن لتي، بتعويض أن صفر في هذه العلاقة تصبح، وبتعويض أن لتي في هذه العبارة نجد أن أم لتي على جراند تيرم في عدد أفوغادرو تساوي أم لصفر في عدد أفوغادرو على جراند تيرم في E أس ناقص لامدا لتي. إذن باختصار عدد أفوغادرو مع عدد أفوغادرو، الكتلة المولية مع الكتلة المولية تصبح كتلة العينة المتبقية عند اللحظة تي تساوي أم صفر في E أس ناقص لامدا تي، وكنتيجة تساوي أم صفر في E أس ناقص على طول. إذن هنا العبارة بين عدد المولات الابتدائي والكتلة الابتدائية وعدد الأنوية الابتدائي، العلاقة بين عدد الأنوية عند اللحظة تي والكتلة عند اللحظة تي وعدد الأنوية عند اللحظة تي. وهنا توصلنا إلى العلاقة أم لتي تساوي أم صفر في E أس ناقص لامدا تي تساوي أم صفر في E أس ناقص تي على طول. إذن هنا قد نكون قد وجدنا تقريبا علاقة بين كل المقادير، بين أم صفر أم تي، بين أن صفر وأن تي، بين أ صفر وأ تي، كما وجدنا بين أم وأن، وبين أن وتي، وبين عدد المولات والمقادير الأخرى. سوف نلتقي لمعرفة علاقة أخرى من علاقات التناقص الإشاري.